يمكن أهم ما بيميز بمشروع حكومة الظل الشبابية إنها دائماً حكومة وفاق وطني. بالبلد بدلوا يتخانقوا إنه بدنا نعمل حكومة وفاق وطني فيها تلت معطل وفيها ما فيها. نحن ما عندنا هذه المشكلة. هذا الموضوع تجاوزناه من أول نهار بإنه عملية اختيار الوزراء الظل ما كان فيها ولا نهار 8/14. ما كان فيها ولا نهار توزيع طائفي. عم تصير حسب الكفاءة مش حسب الطوائف ولا حسب المناطق ولا حسب 8/14. عم تقدر تجمع كل الناس، عم توفر هذه مساحة الحوار. كمان الميزة المهمة انه ما بتاخد 15 لتأليف الحكومة، وما في مشكلة بالتسليم والتسلم، وما في مشكلة اهم شيء انه ما فيها لا تمديد ولا تجديد، حتى ما يصيروا الأشخاص مثل ما منشوف أحياناً بالسلطة، أشخاص يصيروا يتوارثوا الوزارة والنيابة والسلطة أو بيقعدوا وزارتهم مثلاً من سنة 98 لسنة 2001 أو لسنة 2012 أو لل 2022. أهمية التجربة مثل ما قلت أنه فتحت المجال أنه يكون في فعلاً مطرح عم بيقعدوا فيه الشباب مع بعضهم بثمانية وأربعتاعش، خليهم يتحارجوا، خليهم يتخانقوا، خليهم يتناقشوا بكل شيء، لأنه هذا حقيقة المختبر اللي شبابنا لازم يعيشوه. إذا ما عاشوا هالفترة إنه يقعدوا مع بعضهم، يفكروا مع بعضهم، ما بنكون عم نبني بلد للمستقبل. فاللي بدي أقوله إنه نحن اليوم عم نبلش بالحكومة الشبابية الرابعة. نحن عم نستفيد من خبرتنا كل سنة كجمعية نهار الشباب اللي عم بتتابع المشروع من دون ما تتدخل أكيد بالتفاصيل، وانتو شاهدين على هذا الموضوع. كتير مهم انه نحنا ما ننط من سنة لسنة من دون ما نشوف شو الانجازات اللي عملناها، شو المشاريع اللي قدرنا اشتغلناها حتى نقدر نبني عليها للمستقبل، حتى اهم شيء نقدر نوسقها للمشاريع ما تروح مع كل حكومة عم تخلص ولايتها تخلص المشاريع معها. أهم شيء إنه نحنا نوسع هذه المشاريع ونقدر فعلاً نأمن لها هالجسر العبور للاستمرارية، ونفهم ولو كنا باليوم عم نخوض هذه التجربة منا السلطة الرسمية إنه الاستمرارية هي أهم شيء. حتى لو الفكرة منا ناضجة نقدر نحنا نطورها ونخليها ناضجة أكثر ونطورها ونخدها على التنفيذ. ولو هيك بتشتغل حقيقة كل مؤسسات الدولة كان ما بيصير فيه هذا الانقطاع وهذا المشاكل، مثل كل واحد بيجي كأنه هو عم بيأسس من الصفر يعني. فاليوم بهاللقاء رح نطلع على أبرز المشاريع اللي تأمن لها فرص الحياة وتستمر واللي نجحت. في مشاريع تانية يمكن منه رح يقطع على ذكره لأنه في أشياء ظروف ما ساعدتها أنه تنطلق، أو ضلت الفكرة أحياناً ما قدرنا وفرنا لها الإمكانيات لأنه تنطلق. ولكن في عدة مشاريع كانت ناجحة ضوينا عليها خلال السنة، كتير مهم انه اليوم نعرضها كلنا سوا ونوسع. فمرسي لكم. فضل بداية رح نتوقف شوي بس مع المشاريع اللي نفذتها او تابعت حكومة الظل الشبابية الثالثة تنفيذها من الحكومة الثانية. زميلنا رامي كيوان رح يعرض لنا شوي والمشاريع. طبعا انطلاقا من مبدا استمراريه، حكومه الظل الشبابيه الثالثه تابعت مشروعين كانوا انطلقوا على ايام حكومه الظل الشبابيه الثانيه، يعني الحكوميه اللي قبلنا. هالمشروعين هن كانوا واحد متعلق بوزاره البيئه والثاني بوزاره الاقتصاد. رح بلش مع وزاره الاقتصاد.
اللي هو المشروع يمكن حكى عنه بالإعلام شوي بس نحن نجرب نعرضه هيك سريعا. كان مشروع متعلق مع بمديرية حماية المستهلك داخل وزارة الاقتصاد، كان اقتراح من وزير من وزير الاقتصاد بحكومة الظل انه ينوجد نوع من حل للنقص اللي عم بتعاني منه مديرية حماية المستهلك، النقص بعدد مرافقين. فكان الحل انه توجه نحو تدريب عدد من الشباب والطلاب والتعاقد معهم بشكل تعاقد مش توظيف رسمي لحتى يحلوا أزمة النقص في عدد مراقبين. وهيك بالنتيجة ارتفع عدد مراقبين بمديرية حماية المستهلك من 50 ل 120 مراقب هلا حاليا موجودين. يعني باختصار تم تدريب وتخريج وتعاقد نحو 70 مراقب معظمهم من الشباب طبعا. المشروع الثاني هو مشروع إعادة تدوير الورق اسمه كرافت. المشروع المشروع انطلق من فكرة انه ضرورة إعادة تدوير الورق لما في من توفير على صعيد البيئة وعلى صعيد الاقتصادي بلبنان. هلا الفكرة الأساسية هي كانت انه يتم تجميع الورق من خلال بناء نوع من شبكة معينة من الشركات والمؤسسات يلي رح يبلشوا يجمعوا الورق لحتى بالآخر ما يصير في نوع من شبكة بين الشركات ومعامل الورق تمرق وتصير تضب الورق من عندهم ولحتى هي تدويره. المشروع بمرحلته الأولى انطلق ركز مبدئيا على حملات التوعية داخل المدارس. صار في عدة ورش عمل وركشوبس مع عدد من المدارس ببيروت والمناطق وشارك فيها عدد كبير من الطلاب. ونشرح لهم كيفية إعادة تدوير الورق وشو الفوائد منها وشو الأشياء اللي ممكن نعيد تدويرها على الصعيد البيئي والأشياء اللي مستحيل نعيد تدويرها إلى آخره. وحاليا المشروع فينا نقول رح يكمل بس بشكل مختلف. المشروع رح ينعمل له نوع من منظمة غير حكومية أو جمعية يلي عم تاخذ حاليا عنه خبر لحتى هي تابع مشروع إعادة تدوير الورق كرافت بالمرحلة المقبلة. صباح الخير. أول شيء رح أعرف حالي اسامة الفيصل، وزير المعلوماتية والاتصالات ومسؤول الإعلامي بحكومة الظل. رح أحكي لكم شوي عن المشاريع اللي صارت هيدي السنة، يعني سنة 2009 بحكومة الظل الثالثة. نعمل حوالي 7 مشاريع مثل ما قال غسان. في مشاريع كان لها الفرصة إنه تكمل، كان في مشاريع قدرنا نشتغل عليها، وكان في مشاريع أخرى كان بدها يمكن مشادات ما قدرنا نكلف فيها. رح نحكي بالمشاريع اللي اشتغلنا عليها. رح نبلش ب رح أعد 7 مشاريع وبعدين كل حدا أو كل وزير اللي اشتغل على هذا المشروع يعطيكم تفاصيل أكثر عن المشاريع اللي أوريدي عملها. رح نبلش بالمشروع الأول اللي هو مشروع تسهيل استخدام مواقع إلكترونية لذوي الإعاقات البصرية. المشروع الثاني هيدي لحكومة المعلوماتية والاتصالات. المشروع الثاني هو مشروع افتتاح مكتبات عامة، وتبرعنا تقريبا بحوالي أو جمعنا حوالي 15,000 كتاب وتم توزيع على عدة بلديات بحصبية بعكار ببترول بجنوب بعدة مناطق بلبنان. المشروع الثالث هو حملة توعية على الشاشات التلفزيونية لتلقي الشكاوى. يعني المشروع اللي بلش بسنة 2008 هلا تكمل مع وزير الاقتصاد ونعمل مثل دعاية هتنحط على التلفزيون قريبا رح تشوفوها. كمان جواب بعد شوي رح تحكي لكم بالتفاصيل اكثر. المشروع الرابع هو مشروع انو لانشاء وزارة لحقوق الانسان. كمان وزير حقوق الانسان قام بهذا المشروع، كمان رح تحكي لكم بالتفاصيل. مشروع انو لإقامة مكتب الدواء. مشروع لتوفير الطاقة، وأخيرا وليس آخرا إعداد عديدة لمطالبة بإلغاء طائفية سياسية اللي أكيد مع النسبية تطبيق الدستور. رح